وريفر تخلتنا للماضي ساعة وخمسة عشان دقيقة. تحية لكم الناس الكل، ويما كنتوا في الاستماع نمشي معكم إلى برنامج جديد من تنظيم الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة، برنامج سفير. فوالا دونك أكثر التفاصيل باش ناخذوهم تو سويت مع نور الهدى. أتمنى أهلا بيك نور. عسلامة. لاباس شحالك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. دونك نور كنت عرفنا عليك ساعة شوية. نور هدى تمني عضوة في الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة وبارتيسيبون في مشروع سفير. باهي برشا، معناتها مومبر في الجمعية وبارتيسيبون في المشروع زادة، معناتها باش تحكينا بالتفاصيل اللازمة. باهي يلا احكينا شنو سفير بالضبط. باهي، مشروع سفير هو مشروع موجه لصالح الشباب وأهداف التنمية المستدامة في 9 بلدان من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وممول من الاتحاد الأوروبي والانستيتو فرونسي بالشراكة مع الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة اللي هي لاتيبيانو اللي تأسست عام 1992، ومعها النخبة الشبابية اللي تحت إشرافها القبعات الخضراء. وما بعضنا خدمنا ورقة سياسية من أكتوبر 2022 حتى مارس 2023 عنوانها الأزمة المائية لازمها استراتيجية. أيوة. اللي تحث على ضرورة وضع استراتيجية تحديثية وتوعوية لمسألة الشح المياه في تونس. والورقة السياسية دي هي وسيلة من وسائل المناصرة اللي هو البلدوية، معناها انك تختار موضوع وتدافع عليه وتتوجه به للسلطات، والهدف انه التغيير. الورقة السياسية هذه نور، الورقة السياسية هذه تستعملوا فيها الجمعيات الكل، معناتها الجمعيات الكبرى، وإلا معناتها انتم بركة كحاجة خاصة بالجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة؟ هو مشروع سفير، المشروع السفير هذا الممول من الاتحاد الأوروبي لانستيتو فرونسي، نخدموا فيه البلدوية اللي هو المناصرة اللي كأنك تختار موضوع وتدافع عليه كيف ما قلت للسلطات. أيوة. باش تخدم أنت البلدوية هذه اخترنا الوسيلة اللي هي policy paper اللي هي الورقة السياسية. وموضوعنا احنا الورقة السياسية متاع لاتيبيانو، واحنا انه نحكيه على الشح المياه في تونس. بي وموضوع ديجا في بلاستو نهارينا ثم ولا هو المحلة احنا تنزيل نحكيه اكثر انه الشح المياه في تونس ده في لونطوم عليها 6 سنين او اكثر. احنا لكن تأثيراته بدأت تبين طبعا. دونك احنا الموضوع متاع الورقة السياسية اخترناه الشح المائي وخدمنا على البوليد متاع سنسيبيليزاسيون. دونك حل يمثل المواطن ويبقى على المدى الطويل، هذاك هو. دونك الورقه السياسيه وضعت استراتيجيه كامله بتوعيه المواطن. دونك كيفاش احنا باش نقوم بتوعيه المواطن؟ اول حاجه المصارحه بوضعيه المياه في تونس. وديجا كيف ما قلت لك احنا قاعدين نعانيو من الشيء هذايا من 2015 او اكثر. والسدود لتو قاعدين نشوفوا فيهم ونوصلوا، ما وصلتش نسبه الامتلاء نتاعهم 31%. بالضبط. والسبب هذا عندنا سواب اسباب مناخيه وحاجه اخرى، ورانا كي نحكيو على امن او على شح المياه نحكيو على تهديد الامن الغذائي نتاعنا، على خاطر طب نصيب الفرد 420 متر مكعب اللي هو اقل من نصف معدل العالمي اللي هو 1000 متر مكعب. دونك كي لازمنا نتوجهوا للمواطنين ولازم نوعيوهم ونقولوا لهم بالخطوره اللي احنا فيها. ما عادش نحكيو على فقر في تونس، ما عادش نحكيو على فقر مياه، ولينا نحكيو على شح المياه اللي هو حاجة ما أكبر وما أصعب. خلينا نصنفوها كارثة وطنية. أي دونك لازمنا نعملوا حالة طوارئ، لازم تكون فما حالة طوارئ ضرورية للمياه بالحالة المائية في تونس. والرسالة بالطبيعة اللي احنا لازم تكون مستمرة، خاطر انت تويكا قلت اللي هي حاجة كيف ما نقولوا بين قوسين هي طوندونس، أما هي ماهيش طوندونس، لازمنا معناها إن نكملوا فيها على خاطر باش نعيشوها تو باش نعيشوها السنوات القادمه، معناها الشح المياه في تونس وممكن باش تزيد الحالات اكثر. دونك كيف ما قلنا اول حاجه لازمنا نصارح المواطن، ثاني حاجه لازمنا نشوفوا حل، لازمنا نشوفوا حلول سيبلي حسب القطاع وحسب المواطن، لانه مش كيف باش نحكيه وباش نوعيه فلاحين مش كيف باش نحكيه مع مواطن عادي، معناها كل واحد واستعمالاته للمياه. الفلاح باش نحكيه معاه على انواع الثمار اللي للاسف ما عادش نجمو نزرعوها كيف الطماطم كيف الدلاع وكل شيء، وراه احنا تو كي نصدروا الثمار نتاعنا لان قاعدين زاد نصدروا في نسبه مياه على خاطر اكيد حطيناها في ارضنا وسقيناها بنينا.
دونك باش نحكيو على الفلاحين على كيفاش باش نبدلوا زراعات لو زراعات بديله اكسترا، والمواطن باش نحكيو معاه كيفاش استعمالاته اليوميه اللي في داره في خدمته. معناتها نور خلينا نزيد نفسر للمستمعين، انتم سفير لهنا باش تطرحوا مشكلة على الشعب التونسي، باش تطرحوا المشكلة اللي يعاني فيها الشعب التونسي، باش تعطيو الأسباب، باش تعطيو الأرقام اللازمة، كما كنت تحكي لي بكري شوية على الرقم المهم اللي نسبة امتلاء السدود في تونس اللي هي مازالت ما تتجاوزها 31%، دونك في الأخر بكل فما إمكانية طرح للحل هكا ولا؟ إكزاكتومون، إحنا المشكلة هو مطروح، لازمنا أول حاجة صارح العبيد، خذ العبيد مش يستوعبوه المشكلة ذيك إلا ما يتوعاو فيه بيتم معنى الكلمة إنه الوعي بيصح الناس في تونس. بعد ذيك نعطي الحل، إحنا الحل متاعنا ديجا كيف ما قلت لك اللي هي البوليسي بيبر، اللي هي استراتيجية توعوية كاملة للمواطن بصح المياه اللي صاير في البلاد. والتوعية هذي كيفاش باش تكون نور؟ إكزاكتومون، تويك كنت قلت إنه لازمنا تكون أول حاجة تبلي كل قطاع ونمشيو له وحده نحكيو معاه انه كيفاش نلوجوا الحلول اللي تساعدنا، خاطر احنا تو ماش نجمو نرجعوه الماء سي بون، الماء نقصو سافا، لازم نستحفظوا على الماء اللي عندنا تو. معناها احنا الفولي خدمنا على السونسيبيليزاسيون، دونك كيفاش احنا الماء هذا باش نستحفظوا عليه، دونك كيفاش لازمنا نوعيو العباد، نلوجوا على نقولوا لهم كيفاش نستحفظوا في القطاع الفلاحي، كيفاش نبدلوا الزراعات، فما برشا حاجات معاش لازم نزرعوهم، نمشيو للعباد المواطنين في ديارهم كيفاش لازم نحافظوا على الماء، معاش نجمو نصيفوا. طبعا بالحق وصلنا لحاله انه سي بون، معاش نحكيو على تسييق في الماء وصبان الماء، لا هذاك هو، فهمتني؟ اها بي واضح جدا. دونك نور شكرا ليك على التفاصيل هذه. دونك نور الهدى أتمني ممثلة عن جمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة كيف كيف، دونك ممبر في برنامج سفير اللي قلنا عليه، دونك بأكثر تفاصيل تنجم ترجعوا تتفرجوا فينا اوفيسيالمون على الباج فيسبوك تاعنا غاديو كاب اف ام، الانستغرام ولا حتى اليوتيوب زادا. دونك نور ميرسي بوكو على التفاصيل، ممكن نخلي لك كلمة الختام ليك نور. بون نحب بالحق نحب نقول انه رانا شح المياه في تونس لازمنا تو كيف ما قلت حالة طوارئ، نحاولوا نستحفظوا على المياه اللي عندنا في البلاد، نحاولوا كيفاش نعرفوا وبالحق يتم معنى الكلمة كيف ما قلت نكونوا واعيين انه راهو اليوم حالينا سبالق الى الماء، راهو نجم غدوة لصغارنا ولينا احنا، معناها مش بعيد انه نحلوا معاش نلقاو حتى قطرة ماء. دونك ما نحبوش معناها نردوها نظرة سوداوية، ولكن هذا هو الموجود، نحاولوا كيفاش نحافظوا على مياهنا باش على الاقل نعيشوا هكا عيشه مرتاحين. فوالا دونك بيرسونيلمون كل الدعم من فريق الاذاعه الكل، دونك كاب اف ام ديما معكم خاصه في المواضيع المهمه كيما هذه، دونك باش تكون لنا متابعه كبيره معكم نور مع الجمعيه، الجمعيه التونسيه لحمايه الطبيعه والبيئه. دونك شكرا لك نور، شكرا على التفاصيل هذوما، بالطبيعه نرجع لكم في فرص واحده اخرى. دونك نور أتمني ممثلة عن الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة ومنبر في برنامج سفير، شكرا لك على التفاصيل. أكثر تلقاوهم على الباج فيسبوك راديو كاب اف ام، الانستغرام ولا حتى اليوتيوب زادة. ماضي ساعة و24 دقيقة نرجع معكم بعد الأخبار. ناس رمضان